لا الرياضة عنصر مهم جدا بقى. أنا ما كانش عندي الثقافة ديت الحقيقة، بس بقت عندي يعني. ابتديت أهتم بلياقتي، أهتم بجسمي، أهتم بأن أنا ألعب كل يوم رياضة. هو أنتوا عندكم كم طبق أصلا في البيت؟ كلها لحمة بتفرخ. مهم قوي للفنان، ومهم قوي لأي شخص بصفة عامة يعني. أنا بقول أنا كنت فين زمان من الرياضة، بس الحمد لله لحقت نفسي يعني. تعايا حلو أنت. أنا حلو؟ ما شاء الله عليك طالع، ما حدش بيقول لك رايح فين. الكلام ده ليا؟ أنا أصلا أحب الطول قوي. يا أختي يا أختي عليك وعلى جمالك أنتي، بنت حلوة قوي. أصل الطول بيبقى هيبة. يا أختي عليك وعلى طعامتك. إيه الرياضة اللي تحب تمارسها؟ أنا الحقيقة دلوقتي كل يوم في الجيم. لكن بحب السباحة جدا. بحب التنس طاولة، بعتبرها رياضة مهمة قوي لأنها مرنة، بتدي مرونة جامدة جدا. بس المهم الصحة بقت في النازل. لكن بشجع كرة طبعا. بتقليش بقى انت بتشجع مين. انا بشجع مصر. انا متمخك بأقوالي. ما انت كمان لخبطتني. طب ممكن بالراحة كده من الاول. رياضة بشكل عام، بتقول سباحة، لعبت تنس، ايه اللي حببك في الالعاب دي؟ لو انت ساكن فين يا سيد؟ انا السباحة من زمان، انا اصلا اسكندراني، انا مولود في اسكندرية، وعيلتي عيلة امي من اسكندرية، فلازم البحر بالنسبة لي حاجة مهمة يعني. انا علي اصول طبعا صعيدية وكده، لكن السباحة اعتقد انها مهمة جدا واحسن رياضة على الاطلاق. انا بقول ان ديت لو هتاخدها رياضة، فيها رياضة وفيها متعة وفيها استجمام وفيها علاقة بالبحر وبالطبيعة، فيها حاجات كثيرة جدا يمكن مش متوفرة ديت في اي رياضة تانية، فلذلك السباحة بتبقى ممتعة جدا. كنت بتشتغل قبل كده وزير؟ بتعليل ولا اقول لك فين؟ عندك روح رياضة بشكل عام يا استاذ زيني؟ طبعا. الكلام ده مش بتاعي، انا مش هقول الكلام ده. الرياضه بتعلم الروح الرياضيه اصلا؟ لا الرياضه مهمه قوي، الرياضه مهمه للجسم ومهمه للصحه النفسيه يعني. انا اعتقد صعب قوي انك تلاقي واحد رياضي ممكن يجي له اكتئاب او يجي له امراض كتيره جدا، لكن طبعا كله بامر الله. لكن انا بقول صعب انك تلاقي واحد رياضي هتلاقيه منفتح جدا ومبتسم ومقبل على الحياه، وهتلاقيه نشط، وهتلاقيه حابب الدنيا وحابب اللي حواليه، وهتلاقي نفسيته حلوه. فانا بعتقد ان الرياضه بتظبط الجسم كله، بتظبط حتى الحاله السيكولوجيه يعني. زي الناس فاهم. كرة القدم مهمة في حياتك بشكل عام؟ شيء جيد بشكل عام. وبحب ليفربول عشان محمد صلاح وبنتابعه طبعا. وبلدي محمد صلاح عامل انجاز كويس. محمد صلاح ربنا يحفظه يعني، حد احنا بنفخر بيه جدا، وسبب سعادة كبيرة مش للشعب المصري بس للشعوب العربية كلها يعني، فربنا يحفظه. العب.